يحكيوا على سلطان وما سلطان لله. هاك السلطان هذاك كان مشغوف بحب المال، النهار الكل هو يلم ويكنز ويقول يا قلت الصحة، ويد ما تعطي اليد، لا يعرف لا يصدق لا يتكرم لا يهدي لا يضيف. الشحة وانتونا نتاعه ولا يضرب بهم الأمثال. آما خزنته هذيك مليانة دقبقب. الملوك مهم قليل فيهم اللي ما يعرفش صنعة، تلقاهم كل واحد حافظ صنعة مصنايع ويتقنها، وساعات يكون أمين فيها باش صنايع، ويبدأ يخدم فيها في السرايا نتاعه، ثم اللي يكون زنايدي، ثم الكوباجي، ثم المنقالجي، ثم النقاش، الحداد، النجار، وثم العالم اللي تلقاه عنده معمل يسميه مخبر مليان بالدبابز وبالعقاقر والكوانن، وخلط هذا مع هذا وغلي مع بعضه. كانوا في القرون الوسطى يحكيوا على حجرة اصنعها واحد عالم، الحاجة اللي تمسها بك الحجرة هذيك تولي ذهب، وهاك الحجرة هذيك ضاعت ما يعرفوش عليها وين مشات، يقولوا اترفعت في السماء، يقولوا متملك بها جان. قعدوا العلماء قداش من قرن وهما جيل بعد جيل يفركسوا في السر كيفاش يصنعوا هاك الحجرة هذيك حجرة أخرى كيفها. وفي عصر من العصور تفتيش هالحجرة هذية ولا أمودة، العلماء الكل ولاو ساهرين الليالي وبايعين النوم غالي يفركسوا كيفاش يصنعوا هالحجرة هذه العجيبة اللي سميوها زمانتها لابيير فيلوزوفال. منهم أخينا هالملك هذا اللي مش نحكيه عليه اليوم، عامل مخبر في السرايا متاعه، وليل ونهار وهو يخلط في العقاقر ويهرس ويغلي ويمروح، حط شوية كركم زيد عليه دم الأخوة، غلي شوية ومنها زيد لحية الشيطان وما يطلع حتى شيء، عاود حط حاجة أخرى. قلنا ما ينامش الليل، ليلة من الليالي تعب ياسر، وصل الفجر هبط الجنينة باش يشم شوية نسمة ويرتاح حتى يطلع الصباح، جاء على كرسي وقعد يخمم والفكر سايح، وإذا به اتحل في وجهه باب العرش. قال اطلب ثلاث طلبات. قال لا نطلب ثلاث طلبات لا 15، طلبة واحدة، نحب الحاجة اللي نحط عليها يدي تولي الهب. قال هاك الكلمة هذيك ومشات من باله، ومش مصدق زادة، ومش متحقق اللي هذا كباب العرش اللي ولا 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 برق العج ولا شكون يعرف عليه. اي بدات الدنيا تضوى بشوية بشوية، ضوات ولا صباح، هاك البستان هذاك فتنة الناظرين، بستان متاع ملوك، اية في الجمال، تشتهي ربي تقعد تفرج في هاك الأزهار والنوار، كل نوار عليها قطرات ندوة كيف الفضة، جاي يقص في وردة وإذا به يبسط في يده، يمس في العود متاعها ولا كأنه حديد، كأنه قضيب حديد، وكانت حمرة والورق متاعها أخضر ولا صفرة، ولوراق صفر، ثبت فيها مليح لقاها ولا تذهب، ما صدقش، زاد مس وردة أخرى ولا تذهب، حط يده على الكرسي اللي كان قاعد عليه ولا ذهب، ذوق 18 كانوا تخدم في الصاغة. افرح وزهق هاك الملك هذاك، ولا يشطح وحده في هاك البستان على ما أعطاه ربي من 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 خيره. من حين وهز هاك الوردات هذومك اللي ولوا ذهب،
وهز هاك الكرسي ومشى خباهم في الخزنة ورجع للبستان. هو خارج من باب السرايا للبستان والعسكري واقف ضرب له سلام. ارعش ارمى يده جات على المكحلة متاع العسكري ولا تذهب، زاد ارمى يده على العسكري ولا ذهب. صمبة واقفة شادة مكحلة مقرتفة كما يقولوا وهي صفرة ذهب. زاد خطوتين قدام البيت العسة، قال اضربوا طنبور، لموا العسكر، خلطوا عساكر العسة الكل يتجرى وكل واحد مكحلته في يده ومازال يقد في حوايجه، ضربوا الصف على اليمين وعلى اليسار، صف على اليمين وصف على اليسار، واعطاوا للإسلام. بدا هو مقدم في وسطهم يرمي يده عليهم بالواحد بالواحد، اللي يرمي عليه يده واللي صنبى ذهب. قال هذا هو لفار، قلب مس طبطب على كل واحد، كل واحد صنبى واقفة عاطية الإسلام، لا تحريكة لا عين ترعش لا قلب يدق. قال شكون كيف تو تشكون من الملوك اللي أغنى مني واللي ينجم يعمل كيفي؟ أنا اللي مش نستولى على الدنيا الكل والملوك الكل يولي مليك عندي. صباح مازال ما فطرش، قال جيبوا لي الفطور لهوني للجنينة. خلطت هك الطامة والعامة في جماعة متاع الكوجينة، كل واحد يكركر في حاجة، نصبوا الطاولة حطوا كل شيء، جابوا الفطور. هبطت بنته مش تفطر معاه، بنته عزيزة عليها عز من الدنيا الكل، عز من مم وعينه، وزينها لا دب ولا هب، لا في بادية لا في بالبلدان لا في عرب. صباح الخير بابا، طبست عليه باش تبوسه، ارمى يده على كتفها باش يعنقها، واذا بيه حس فيها يبست تحت يده، وكيف ما طبست عليه قعدت مطبسة وعينيها تضحك وفي فمها التبسيمة، وبدات تصفار 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 حتى ولا تذهب صنب ذهب. تحفة جميلة هي ومطبسة وتضحك لكن صنب. وقتها دخلت طغولة بنتي، بدا يعنق فيها ويبوس ويقلب ويطبطب ويمس، وعنديش يحد، وجيبوا لي الطبة، جيبوا العزامة، جيبوا الكتابة، جيبوا كل شيء، كل اللي متظنكم تجيبوا. قد ما جاوا وقد ما قلبوا حتى حد ما فهم حاجة. طابت له وتحرقت له، شاح الريق في فمه، جاي يهز دبوسة الماء من فوق الطاولة ويصب يشرب باش يبل ريقه. يا اخي الدبوزة ولا تذهب، الماء اللي فيها جمد وصفار، ارمى يدو على الخبز ولا صمصومة ذهب، قالب جبن ولا ذهب، الزبدة العظم المروب المعجون اللي فوق الطاولة الكل ولا ذهب. ادخل وخرج في الحلة ولا يجري فيها كجنينة هذيك ويطيح، والحاجة اللي يرمي عليها يده تولي ذهب. خرج من السرايا بدا يجري من بقعة لبقعة، الدنيا الكل ولا تذهب قدامه، اتيقن وقتها من الهلاك. كيفاش بنادم يقعد حي في الدنيا من غير ما ياكل ومن غير ما يشرب؟ بدا يندب في وجهه ويبكي ويخبط، واذا به فاق. الراجل كان يحلم، وبدا وقتها يحمد في ربي اللي هي اضغاث واحلام وما ثماش ذهب، وبدا يبوس في الارض ويركع ويقول يا ربي لك الحمد ونعم الشكر اللي فكيتني من هالهرجة هذه والهم تعذب.